ضحكتيني ضحكتيني قوي. كثيرا من الكوميديا قليلا من الواقعية، ومناخ لا يساعد على تطور الفنون. بهذه الكلمات تقاربت وجهات نظر المتابعين للأعمال الدرامية اليمنية التي باتت تعيد أنتاج نفسها بشكل مكرر سنويا. إذا تحتاج تيجي تتمشي العيال في السجن ولا حاجة تعال أي وقت. تراجع الرعاية الإعلامية وغياب عامل المنافسة ودوران الدراما في ذات حلقة التسلية على حساب المضمون، علاوة على عدم ملامستها للهموم المجتمعية بشكل مباشر. أسباب يجدها مهتمون مهدت الطريقة لموجة السخط الأخيرة لدى الجمهور. الدراما اليمنية لم تحاول مناقشة أي قضايا في الوقت الراهن، بل أنها كانت مجرد استهلاك للوقت. اتجهت اتجاه كلي للكوميديا. كان قد يكون بسبب الأوضاع الراهنة التي نعيشها وبسبب المماحكات السياسية، كذلك بسبب سياسات القنوات الفضائية. فيما يجد متابعون أن سوء التخطيط وارتكاز العمل الدرامي من حيث الفكرة والمضمون على القالب الكوميدي البحت والمبالغة في نقل صورة سطحية وغير حقيقية عن الواقع اليمني جعل العديد يعزفون عن المتابعة. باعتقادي ليست هذه هي الكوميديا التي يجب أن تكون. الكوميديا تجعلك تشعر بالبهجة وتجعلك تبتسم من الداخل، تدفعك هي تدفعك للابتسام، لا مجرد عرض متكلف في إبراز ما نسميه نحن بين قوسين بالبلدي السماجة. وسلم بيس حكم كباشه مالك ما تقول انت حق الشيخ برقوق. وفي ظل تضييق الخناق على الوسائل الإعلامية وصعوبة خلق مناخ مناسب للإنتاج الدرامي، سيما في حالة الحرب التي تعيشها البلاد، يرى آخرون أن ما أنتجته الدراما اليمنية هذا العام بمثابة إنجاز مقارنة بما كان سينتج في ظل الأوضاع الطبيعية. وهذا العام رغم كل الظروف إلا أنه قدم عمل يتحدث عن معاناة الناس بشكل راقي ورائع جدا. عبود رجاء إذن لا تزال الدراما اليمنية بعيدة عن واقع المنافسة العربية، ومن الصعب أن تجد مكانا لها في ظل غياب مؤسسية الإنتاج الدرامي والإخراج الفني المواكب للتطور.